دعوني أنتقل إلى رمزية للأمومة، إلى رمزية فعلا الإنسان يحني الرأس أمامها. أنا مش هتكلم عليها لأن حسبها هي تتكلم عن نفسها، الحاجة إلهام عبد الهادي اللي ضربت مثل جميل في الإيثار والتضحية وإنكار الذات، وبعدين في العفة والكرامة والكبرياء. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا لساني عاجز عن الشكر لسيادة الدكتور حسن، بقول لك ألف ألف شكر. عيشتني يوم نساني تعب 35 سنة. أنا عمري 74 سنة، مواليد 43. نص عمري قضيته عذاب، ومش عايزة أنكد على حد. فنص عمري ده دكتور حسن 35 سنة، أقسم لك بالله. أحكي لك حاجة بسيطة جدا عشان تعرف الست دي كانت بتألم قد إيه. اي حد فيكم بيخش الحمام وهو نايم في بيته، بيقوم من على السرير بالليل يخش الحمام، صح؟ انا كانت بتبقى مشكله منيله بنيله لو عاوز تخش الحمام. الجامعه بالليل قافله والجوامع قافله وانا عايزه اخش الحمام. لستني اسيد 35 سنه، فرحتني فرح. ربنا يخليك. وفي اللحظة دي أنا كنت بقول يا رب أجرني في مصيبتي وارزقني خيرا منها. اسمحولي، فعلا فعلا ربنا رزقني بأحسن من مصيبتي اللي أنا دفنتها، وعوض صبري خير بحضرة الدكتور حسن ريت. مش هطول عليكم كتير، انا كان كل اسرتي ولدين وزوجي. زوجي بقى يعني رحمة الله عليه في الاول مسكت انا الدفة، ربيت الولدين. اي نعم ما علمتش تعليم عالي، بس احلى من تعليم المدارس تعليم الام. الام هي المدرسة الاساسية، الام هي اللي بتربي. الأب يا سادة في الشارع مش شايف حاجة، الأم هي اللي بتدرع الأب. لما الأم تقول للولد والله لما يجي أبوك لأقول له، ها العيل كان بيترعب. ما بسمعش الكلمة دي من الأمهات دلوقتي، ما فيش عيل بيحترم لا الأم ولا الأب. بشوف الشباب الجميع بحزن، حقيقي بحزن. فمش هطول عليكم برضو كتير. خدت مع أولادي رحلة في الأول، ربيتهم وعلمتهم تعليم متوسط لغاية ما مشيت بالمركب لبر الأمان وجوزتهم، والحمد لله ربنا أكرمني لغاية ما جيعي صاب بالفشل الكلوي. 7 سنين وأنا بجري معاه علاج متواصل، علاج خلاني بعت اللي ورايا وقدامي. اخر كيس دم جايبهولك يا ابني يشهد الله عليا، كان عندي عبايتين كانوا جايين لي هديه في عيد الام، نزلت بعتهم ما عنديش حاجه نبيعها عشان الحقه بكيس الدم. بس كان صعب الله، وانا والله ما قصرت، بذلت كل جهدي في علاجي. عشان كده انا ضميري مرتاح، لدرجه لما قالوا عايزين له كليه الكليتين خلاص وقفوا، فتحت جنب اخوك كبير واخدت منه الكليه. قلت له انتوا اخين وممكن تعيشوا بكليه واحده، هتمشي لابس طرحه لو اشترينا لاخوك كليه؟ لو حتى انا قادره اشتريها انت لازم تديها لاخوك، دراعك اليمين وبيتقطع، رجع دراعك في كتفك تاني. سمع كلامي وراح فتح جنبه وادى اخوه كليه.
بس ربنا سبحانه وتعالى خلاص، وأمر الله ده نافذ نافذ. وأنا يا ربي لا لوم ولا اعتراض، بس هو الفراق سامحني. ساعات ما ببكي بيبقى الفراق، والعيل الحنون بالذات بيقطع في الأم جامد. كنت ما أخش على الولدين المستشفى كانت بتبقى أصعب لحظة عليا، وأنا داخلة بص على رجالتي اللي فاتحين بيتي وبيأكلوني ومقعدني، أبص على رجالتي وهم نايمين على السرير، كانت سكينة تلبى بتذبح وأنا داخلة عليهم، بس مش لازم أوريهم ولازم أخبي دموع عينيا عشان أبان قدامهم إن أنا صلبة ما تأذيش، عشان ما زودش متعبه على التعب اللي هم فيه. شوف أنا إزاي كنت بمثل عليهم وهم في نفس اللحظة كانوا بيمثلوا علي. أول ما يلاقوني داخل عليهم لو العيل بيبكي من شدة الألم يمسح دموعه ويقف يتهرج معايا هم الاثنين. دي كانت أصعب لحظة بتمر عليا وأنا لما بروح لهم المستشفى زور. وجي ربنا اختار عيد وتوفى وفضل لي بسام الكبير. طبعا مرات عيد كانت 28 سنة وكان معاها طفلين وكانت حامل في محمد ده. عيد توفى شهر 7، محمد اتولد شهر 10، ما شافش أبوه. بس الحمد لله أنا لي أم وأب وكل حاجة. فالمهم مسكت أخوه قلت له أهلها هيجوا ياخدوها وهياخدوا الولدين وهياخدوا اللي في بطنها، وأنا أم وزي كل أم مش هقدر أحرم أم من ابنها، لازم هياخدوا عيالها. هيبقى شكلك إيه قبل كده؟ قلت لك لو ما اديتش أخوك كلية هتلبس طرحة، دلوقتي هتمشي إزاي وأنت عيال أخوك بيربيهم راجل غريب؟ فين الدم اللي بيجري فيك؟ مش هيبقى دم، هيبقى مية. قال لي يعني عايزة ايه؟ اقسم بالله زي ما بقول لكم كده. قلت له عايزاك تتجوز مرات اخوك. قال لي هينفع؟ قلت له انا هخليه ينفع بامر الله وربنا معايا. جت مراته مسكتها قلت لها ده ابني واللي مات ابني، ودلوقتي المركب بتغرق وفيها 5 اطفال وطفل جاي في السكة من ضمنهم 3 اطفالي، تساعديني اخد المركب وتمشي بسلام لبر الامان ولا نسيبها تغرق وخمس اطفال والستة جاي في السكة هيتشردوا؟ يا عالم هيبقوا ايه؟ هيبقوا متشردين ومتسولين وفي الشوارع مليين الدنيا، ولا تستحملي معايا ونربيهم ونعلمهم تربية صالحة ونخليهم كده احنا قبل ما نفتخر بيهم البلد والناس تفتخر بيهم؟ 5 رجالة وبنت. قالت لي عايزة ايه يا امي؟ قلت لها بسام هيتجوز مرات اخوه وانت وعيالك مش هينقصكوا حاجة. قالت لي وانا موافقة. قلت لها انتوا الاتنين هتعيشوا في شقة واحدة لان مش هقدر ادفع ايجار شقتين. قالت لي حاضر. ليه؟ لان مجربة مني قبل كده ابني من ساعة ما فتح جنبه كان كل ما يروح يشتغل وتجيله نوبة كريزة في الكلى ويغمى عليه كان صاحب الشغل يمشيه، كانت تعيط. اقول لها بتعيطي ليه؟ لما تبقوا تعدموني وبعيطوا. كنت عامله لها مصروف قد اللي جوزها كان بيديهولها مرتين عشان ما حسست ابني بالعجز ولا اخلي مراته. لما قالت اطلع اشتغل قلت لها لا. بيقول لي ليه ياما تقولي لها لا؟ قلت له ازاي هتحكمها وهي بتطلع تجيب جنيه وانت قاعد في البيت يا بيه؟ هتحكمها ازاي يا استاذ؟ طالما الست جابت من الشارع جنيه عمر الراجل ما يقدر يحكمها. قال لي يعني انت عايزه ايه؟ قلت له مراتك مش هتشتغل وانت يا بنت اما ينقصك شيء وبقولي لي. لما كانت تقول لي ناقصني شيء كنت بشتغل الاول لغايه العصر واشطب، بقيت اشتغل لغايه المغرب واشطب، بقيت اشتغل لغايه العشاء واشطب، لغايه ما وصل بيا الامر بشتغل 16 ساعة في اليوم من 6 صباحا لغاية الساعة 12 مساء عشان أوفر لهم الراحة وأوفر لهم المصاريف المطلوبة ومدارس 6 أطفال
أصغرهم دلوقتي بنتي بسام إلهام الصغيرة في كازي وان في حضانة حضانة الأرمان، وكلهم في مدارس الأرمان للغات. وألف حمد وشكر يا رب، مش بمجهودي لكن هو بمجهود الله سبحانه وتعالى. ولما كانوا بيقولوا ان انت بترفضي تبرعات ليه، طب بالله عليكم اشهدكم، واحده معاها رب العباد بيديها تمد ايديها للعباد وتاخد، ولا خليني دايما مع رب العباد؟ وانا رب العباد اتعودت منه، منين ما بقى محتاجه اقف على بابه واقول له اديني، عمره ما كسر بخاطري وردني مكسوره الجناح، ولا قفل بابه في وشي، ولا قال لي نيمني مره وانا ناقصني حاجه. قبل ما يطلع الصباح بلاقي رزق جاني ورزق احفادي. عرفت ساعتها ان انا وسيله بس بجيب لهم المال، لان رزقهم على الله، انا ما بعملش حاجه، انا وسيله بينهم وبين ربنا، هو بيبعت لهم رزقهم وانا بوصله لهم. والف الف شكر يا دكتور حسن ان انت جمعتني بالناس الجميله دي، بالناس اللي حقيقي قعدت في وسطيهم نستني زي ما قلت لك اسى وشقى 35 سنه. انا قلت لكم بس منه تعب دقيقه، ما تتخيلولوش مروا عليا ازاي وانا ببات في الشارع، عشان ما كنتش بقدر اروح لان الساعه 12 بالليل وبيتي بعيد في اخر ناحيه، وانا وصلت 74 سنه، وغير كده الكتب كمان بتسترق، فاضطريت ان انام على رصيف عشان احمي مورد رزقي اللي فاتح البيت ومعيشنا، وعشان برضو المسافه بعيده وتعب عليا، ففضلت ان انا انام على الرصيف في الشارع، وقلت ان ربنا حارسني، وفعلا ربنا حارسني. معلش سامحوني لو عايزه احكي لكم حادثه انا حكيتها الاستاذ معتز اللي كان اتفرج على الحلقه يمكن سمعها. اقسم لكم بالله، اقسم لكم بالله الحادثه دي حقيقي. ولد من اللي بيلم الكرتون والكنز، كان الساعه 3:30 صباحا، كان شادد كله وتهجم عليا وانا نايمه على الرصيف، شايف واحده ست نايمه، هي ست بقى مش مشكله بقى سنها قد ايه ولا عامله قد ايه ولا لا 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 لا، هي ست وخلاص. انا سبته وهو عمال يفتح لي الزرار بتاعت العبايه وبيفتح لي في صدري وبيكشف جسمي، ملحقش. قلت له يا رب انت ساترني كل العمر ده كله، هتيجي على الاخر وهتفضح وعلى ايد عيل زي ده؟ يا رب انت القائل وقولك الحق، اذا اردت شيء اقول له كن فيكون، وانا بطلب منك دلوقتي تخلصني من هذا المصيبه. بعد ما كان واقف على الرصيف بيشق في عبايتي، سقط من طوله تحت رجلي ميت في نفس اللحظه. اقسم لكم بالله زي ما بقول لكم كده، جت الاسعاف من المدينه الجامعيه عشان تكشف عليه، لقيوه ميت تحت رجلي ميت، ما لحقش يفك زراير العبايه ولا لحق يكشف جسمي، لان قلت له انت الحق وقولك الحق وانت القائل، اذا قلت ارادوا شيئا كن فيكون، خلصني منه دلوقتي اهو. وفعلا وكان وخلصني منه. بعد كده عايزيني اقبل تبرع العباد واسيب رب العباد؟ ده انا ابقى مفتريه قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أظن نموذج للمرأة المصرية، نموذج مشرف للأم المصرية والجدة المصرية. الله عليك حاج إلهام، يا رب يعني كل كلمة أنت قلتيها تبقى في ميزانك، ويتأسى بيكي الأمهات والأجداد والمجتمع كله يعلم هذه الرمزية، الرمزية التي تجسدت فيها الإيثار والتضحية وإنكار الذات. بس أعظم من ده كله، ملأت قلبها وعقلها وكليتها الإيمان بالله والثقة بالمولى عز وجل
الذي أنقذها في المواقف. وهكذا يقول المولى عز وجل: إذا كان ربنا معك فمن عليك؟ قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.